السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نديرو الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال لاناليز فينونسيير ديال البروف اروج. نبداو على بركة الله. بالنسبة للكوريكسيون نشوفو ليكزارسيس الاول. عندنا ليكزارسيس الاول فيه بعض ديال الاسئلة اللي هما الكيستيون الاول خاص تحسب لو طو دو روتاسيون دي ستوك. الكيستيون الثاني تحسب لا دوغي دو كل مو دي ستوك. وبالنسبة للسؤال 3 تحسب la durée du crédit بالنسبة للكليون. و 4 بالنسبة la durée du crédit بالنسبة للفورنيسور. هنا بالنسبة للسؤال الأول عندنا العلاقة هي le coût d'achat ديال لي مارشانديز فوندو مقسومة على ستوك موين. مقسومة على ستوك موين يعني باش نحسبوا هاد le coût d'achat لي مارشانديز فوندو كنديروا الفوند ديال لي مارشانديز لاشا ديال لي مارشانديز ريفوندو و كنزيدو la variation de stock زائد la variation de stock. عندنا les annonces ديال هذا الاكزرسيس هما هادو. عطانا جاوبهم للسؤال 1 حتى 4. لي سيرفيس كونطابل ديال لونتربريز ساجوتي على تي في ا بالنسبه لواحد لوطو ديال 20%. فو كومونيكي لي زانفورماسيون سويفونت اون كيلو درهم يعني بالنسبه ل 1000 درهم. ستوك دو مارشانديز او ديبي ديال الاكزرسيس هو 300000 بالنسبه للفان ديال الاكزرسيس هو 400000. الكونت ديال الكليون rattaché 23000, fournisseur compte rattaché 32000, achat revendu de marchandises est à 190000. Atana c'est sur la variation de stock principal l'exercice. Atana le chiffre d'affaires le dernier trimestre, ou chiffre d'affaires du dernier trimestre principal octobre, novembre et décembre, ou kadalika l'achat net principal octobre et novembre et décembre. هنا بالنسبه كما قلنا لو طو دو روتاسيون هو الكو داشا دي مارشانديز اللي هو لاشا اوفوندي زائد لا فارياسيون دو ستوك. باش نحسبوا هاد لا فارياسيون دو ستوك نحسبوا بلا فورمول على هاد الشكل. يكون عندنا ستوك انيسيال ناقص ستوك فينال لا تكون هي لا فارياسيون دو ستوك. ستوك انيسيال ناقص ستوك فينال هي لا فارياسيون دو ستوك زائد لاشا اوفوندي اللي هي 190000 وكنقسموها على ستوك موين. لو ستوك موين هو لو ستوك انيسيال زائد لو ستوك فينال مقسوم على جوج اللي عطينا 35000. يعني 35000 هي لو ستوك انيسيال زائد فينال مقسوم على دو اللي هي 300000 زائد 400000 مقسوم على جوج اللي عطينا 35000. هنا بالنسبه للكو داشا كيفاش كنحسبوه هو لاشا فوندي ناقص زائد ولا ناقص لا فارياسيون ستوك. هنا لا فارياسيون ستوك عندنا هي 300000 ناقص 400000 زائد لاشا فوندي اللي كتعطينا القيمه ديال 5.14 و لا ريبونس بالنسبه لا كيسيون هو بي. نشوفوا دابا لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 هو لا دوري دو كولمون دي ستوك. هنا كنديروا واحد مقسوم على ار. ار هي هاد لو طو دو روتاسيون يعني كنديروا 1 مقسوم على طو دو روتاسيون فوا 12. هنا عندنا لو طو دو روتاسيون هو 5.14 يعني كنديروا 1 مقسوم على 5.14 وكنضربوها في 12 وكتعطينا 2.33 اللي هو سي يعني لا ريبونس هو سي. بالنسبه لا دوري دو كريدي كليون. لا دوري دو كريدي كليون هنا لا فورمول ديالو هو الكليون اي كونت راتاشي يعني المونت ديال الكليون اي كونت راتاشي مقسومه على الشيفر دافير دي ديرنيير تريمستر تي تي سي يعني كنردو هي ولي تي تي سي وكنضربوه فوا 90. الا شفنا لي زانونسي عندنا كيفاش حسبنا هذا المونطو. هذا المونطو اللي هو 20.53 هو كاين عندنا هنا المونطو ديال لو كونت راتاشي كليون اي كونت راتاشي هو 23000. كنزيدو لو شيفر دافير ديال ديرنيير تريمستر يعني شيفر دافير ديال لي 3 موا ديرنيير 3 موا اللي هما 27000 زائد 28200 زائد 28800 وكنضربوه في 1.2 باش يولي تي تي سي حيت عندنا لي مونطو في طابلو اوكتاكس. كنضربوه في 1.2 باش يولي تي تي سي ابخي كنضربوه في 90. اللي شفنا هنا في عفوا في لانونسي شوفوا عندنا هنا شيفر دافير ديال ديال تخميس تخوا هذا 27000 زائد 28200 زائد 28800 وكنضربوه في 1.2 باش نردو يولي تي تي سي. بالنسبه للكليون كونت راتاشي ها هو عندنا 23000. هي هادي
23 ألف مقسوم على 27 ألف زائد 28 فوق 200 زائد 28 فوق 8 فوق 1,2 فوق 90 اللي كتعطينا 20.53 اللي هي لا ريبونس هو ديال لا كيستيون هو A. دابا لا كيستيون 3 عندنا هنا la durée du crédit fournisseur. باش نحسبوا هاد la durée du crédit fournisseur. La durée du crédit fournisseur هو fournisseur et contrat attaché, يعني المونتو ديال fournisseur et contrat attaché كنقسموا على l'achat net du dernier trimestre, يعني l'achat net ديال les derniers 3 mois. On était 6 هو وكنضربوا عاوتاني في التساوي فوا 90. هنا كنضربوا فوا 90 فوا 90 باش يبقى لينا المونتو. المهم كنضربوا هنا فوا 90 باش نحسبوا. كنلقاو هنا باش نحسبوا عندنا المونتو ديال فورنيسور كونتر اتاشي. فورنيسور كونتر اتاشي اللي هو 32 ألف كنقسموه على لاشان نت ديال لي دانييغ تريميستر, يعني لاشان نت ديال لي دانييغ تريميستر هو 16,875 زائد هاد لي مونطو ديال لي دانييغ تريميستر كنضربوه فوا 1,2 باش يولي تي تي سي, باش نعطوه تي تي سي. ابخي كنضربوه فوا 90 باش تعطينا لا دوغي اللي هي غاتعطينا 32.47 اللي هو سي, يعني لا ريبونس هو سي. دابا بالنسبة ليكزارسيس, دابا ليكزارسيس 3 كاينين ثلاثة ديال لي زيكزارسيس بالنسبة لهاد الامتحان. ليكزارسيس 3 لي زانونسي ديال ليكزارسيس 3 هما هادو. هادو هما لي زانونسي ديال ليكزارسيس 3. عطاكم واحد لا بالونس, هاد لا بالونس فيها هاد لي مونطو, فيها لاشا دو مارشانديز, فيها لا فاريسيون لي 3 زير اوبتوني, اشا نو ستوكي دو ماتيير اي فورنيسور, عندكم هاد المعطيات كلهم, لا لوكاسيون شارج لوكاتيف, انتروتيان اي ريباراسيون, بريم داسورونس, لو ترونسبور, لا ديبلاسمون ايميسيون. عطاكم هاد لي كونت كلهم, يعني ما عطاكمش داكشي اللي هو اللي ولفتو, عطاكم لي كونت ولا عطاكم لي روبريك و لي بوست. انا عطاكم لي كونت هنا باش تعرف كل كونت فين داخل. ملي كنقول هنا 611 611 611 هادشي كلشي داخل في اشا كونسومي, هادو كلهم داخلين في الاشا كونسومي. اشا كونسومي اللي شفت هنا في الطابلو عندي كلشي, اي حاجه كتبدا ب 611 هي اشا, عفوا اشا اوفوندي دو مارشانديز, اشا اوفوندي. بالنسبه لاشا كونسومي اي حاجه باديه بواحد 612 612, يعني اشا كونسومي دي ماتيير اي فورنيتور. هنا بالنسبه لا فوند دو مارشانديز اي حاجه كتبدا ب 7 11 ولا 711 هي فوند دو مارشانديز او ليتا. يعني باش نحسب هاد لو طابلو ولا ندير لا تي اف ار طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا, كنحاول هذيك لي كونت نجمعهم في لي بوست, يعني المجموعه ديال لي كونت كنحطهم في لي بوست. يعني كناخذ البوست اللي هو 711 فوند دو مارشانديز وكنمشي للزانونسي ديالي, هنا اي حاجه عندي فيها 711 يعني فوند دو مارشانديز, هادي كتحط في الفوند دو مارشانديز. ابري كنمشي اشارو فوندي, اشارو فوند فوند فوندي كنحط فيها لي مونطو اللي فيهم هنا 611, يعني كاينه فيها اشار دو مارشانديز 611, فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز 611, لي تروازير اوبتوني سور اشار دو مارشانديز كنحطهم بالنسبه للمونطو ديال اشا روفوندي. هنا بالنسبه لي مونطون, بالنسبه لي شارج اللي كيكون عندك المونطون هنا في الدي بي, اللي كيكون عندك المونطون في الدي بي يعني المونطون راه بوزيتيف يعني موجب. ملي كنلقاو مثلا هنا المونطون ديال واحد الكونت ديال لي شارج كاين في الكريدي, يعني كنعتبروه نيجاتيف, حيت لي كونت ديال لي شارج كيتعتبروا دي كونت اللي هما ديبيتور. لي كونت لي شارج كيتسمى دي كونت ديبيتور, لي كونت ديال لي برودوي كيتسماو لي كونت كريديتور, يعني الكونت ديال البرودوي ملي كنلقاه بالنسبه سولد كريديتور يعني هو موجب, وملي كنلقاه واحد الكونت ديال البرودوي بالنسبه الكونت ديبيتور سولد ديبيتور راه هو واحد المونطو اللي هو نيجاتيف. يعني هنا بالنسبه للاشارو فوندي غادي ندير زائد وغندير هنا ناقص ناقص, حيت عندهم دي مونطو اللي هما نيجاتيف حيت كاينين في الكريدي. نورمالمون خاصهم يكونوا في الديبي كون كانوا بوزيتيف, ملي كاينين بالنسبه دابا عندنا في الكريدي يعني نيجاتيف, يعني غادي نديرو زائد 1,850
650 ناقص 16270 ناقص 18500، ونحطوه بالنسبة للعشرة أو فوند. يعني أبخي كنحسب هنا لا مارج بروت. لا مارج بروت هو لا فوند دو مارشانديز أو ليتا ناقص أشار أو فوند دي مارشانديز باش تعطينا لا مارج بروت اللي هو 732120. أبخي كنمشي لو برودوي دو ليكزارسيس. لو برودوي دو ليكزارسيس في les ventes des biens et services, fait stock de produits, la variation de stock. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Émulation produite par l'entreprise pour elle-même. N'est-ce pas les comptes au moins 7000 12 ou 14. Yani, quand je fais les annonces, il y a quelque chose qui est fait. 7000 12 qui est fait les ventes des biens et services. 7000 13 qui est fait stock des produits. 7000 14 qui est fait les produits, émulation produite par l'entreprise pour elle-même. يعني هنا الا مشيت لي برودوي عندي 712 يعني داخله بالنسبه لفوند دي بيان اي سيرفيس لوكاسيون دي فير روسو يعني ندخلوها في 712 بالنسبه 713 و 714 ما كاينش عندي يعني نحط فيهم زيرو يعني نحط فيهم هنا زيرو زيرو وانا نحط في هذاك المونطو اللي هو 55800 اجي نجمع هادشي كلشو كله غادي يعطي ليا لو برودكسيون دو ليكزيرسيس اللي هي 55800. ابخي كنمشي لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس. لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس فيها اش كونسومي دي ماتيير اي فورنيتور. اش كونسومي دي ماتيير اي فورنيتور اللي هي 65890. وبالنسبه اوتر شارج اكسترن انا كنمشي لي زانونسي كنلقى لي بوست اللي فيهم 612 كنحطهم في اش كونسومي بالنسبه 613 و 614 كنحطهم في اوتر شارج اكسترن. اوتر شارج اكسترن يعني ملي كنمشي عاوتاني على لي زانونسي كنلقى هنا 112 هادي تحط في اشا كونسومي. اشا كونسومي انا 613 613 و 13 و 14 و 14 حتى لهنا كلشي هادو غنحطهم بالنسبه اوتر شارج اكسترن. اوتر شارج اكسترن هادو غتحطو في اوتر شارج المونطو ديالهم غنجمع المونطو ديالهم ونحطهم في اوتر شارج اكسترن. يعني كنلقى المونطو ديال اشا كونسومي هو 56890 و اوتر شارج اكسترن نلقى فيه واحد المونطو ديال 45320 وغادي نجمع هاد الجوج باش تعطينا لا كونسوماسيون دو ليكزارسيس اللي هي 102210. ابخي كنمشي نحسب لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي هي la marge brute زائد la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. يعني la valeur ajoutée à certaines 685720 بالنسبة la valeur ajoutée. après كنمشي نحسب l'excédent brut d'exploitation. بالنسبة l'excédent brut d'exploitation كناخدو la valeur ajoutée كنزيدو ليها la subvention d'exploitation كنقصو ليها impôts et taxes وكنقصو كذلك charges de personnel. بالنسبة la subvention d'exploitation عندنا في الطابلو ما كايناش اللي هي 716 0. بالنسبه امبو اي تاكس اللي هي 616 غنشوفوا لي كونط لي فيهم 616 وغنحطوهم في امبو اي تاكس. غنشوفوا لي كونط لي فيهم 617 وغنحطوهم في لي شارج دو بيرسونيل. يعني نشوفوا 616 امبو اي تاكس غنحطو في امبو اي تاكس 617 617 غنحطوهم في لي شارج دو بيرسونيل. هادو تحطو في لي شارج دو بيرسونيل. يعني ابخي كنحسب ليكسيدون برود ديكسبلوطاسيون غيكون عندي لا فالور اجوتي زائد لا سوبفونسيون يعني ما كاين زيرو موان لامبو اي تاكس موان شارج دو بيرسونيل اللي غتعطينا ليكسيدون برود ديكسبلوطاسيون اللي القيمه ديالو 539180 بالنسبه ليكسيدون برود ديكسبلوطاسيون. ابخي كنمشي نحسب لا ريزولتا ديكسبلوطاسيون. لا ريزولتا ديكسبلوطاسيون هي ليكسيدون برود ديكسبلوطاسيون اللي كان بوزيتيف ولا لانسيفيزونس برود ديكسبلوطاسيون اللي كيكون عندي نيجاتيف كنزيدو ليها اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون كنقصو ليها اوتر شارج ديكسبلوطاسيون او كنزيدو ليها ريبريز ديكسبلوطاسيون اي ترانسفير دو شارج. ابري كنديرو موان لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لهنا عندنا لي اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون باديين 718 اوتر شارج ديكسبلوطاسيون 618 بالنسبه لي ريبريز 719 وبالنسبه لي دوتاسيون 619. يعني نشوفو هنا في لي زانونسي بالنسبة لو بيرت انا ندخلو في لو كونت ديال 618 و 619
كاين عندك كذلك واحد لو دوتاسيون عاوتاني هنا عندنا دوتاسيون دورابل يعني سور لي زيموبيليزاسيون، عندنا هنا واحد لو دوتاسيون سيركلون اللي داخله بالنسبه للاكتيف اكتيف سيركلون، وكنمشي كذلك ل 719 ما كاينش عندي، وكذلك 718 ما كاينش، يعني نحط فيهم 0 0 718 كما هنا 0 719 0 718 اللي غنلقاو فيها 600، و لا دوتاسيون لي مونطو ديالهم بجوج غتعطينا 15490. هنا كنحسبوا لا ريزولتا ديكسبلوطاسيون اللي هي ليكسيدون برو ديكسبلوطاسيون موان لي شارج ديكسبلوطاسيون موان لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زائد لي برودوي اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون زائد لي ريبريز، اللي غتعطينا لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون اللي غنلقاو فيها 523099. Après, quand on a les autres produits financiers, ou quand on a les autres charges financières, mais c'est pas les autres produits financiers, les Roma, les postes, les rubriques, les Cape Dow, ou les charges financières, les Cape Dow, quand je veux que des cas sur le tableau, les reprises financières sur des provisions pour des prestations et des immobilisations financières, les charges financières. Ok, nana les charges financières, les firmes, les comptes accordés, les intérêts des emprunts, aux firmes, les dotations, aux provisions par des prestations de la TVP. La résultat financière. Le résultat courant. La résultat courant est le résultat d'exploitation, c'est le résultat financier. Comme je disais, les produits non courantes ou les charges non courantes, les gagnent dans la rubrique 75 ou 65. Je vais vous donner les annonces. On a les annonces, les formes. On a 65, les charges non courantes, on a la VNA, on a les créances, on a les dotations non courantes, on a les produits non courants, les romains, les produits de cession des immobilisations corporelles. Les cartons, on a les charges ou les produits. Après, on a les produits moins les charges, ça atteint le résultat non courant. Après, on a le résultat avant impôt. Le résultat avant impôt est le résultat non courant et le résultat courant, yani le résultat courant de l'année, le résultat courant et le résultat non courant. Mais ça atteint le résultat avant impôt. On a fait l'exercice que l'entreprise a l'IS, l'impôt sur le résultat de 30%. On a le montant. Quand d'abord, fois 30%, on a fait le montant. Il y a l'impôt sur le résultat. من بعد كنديروا لامبو من بعد كنديروا لو ريزولتا افو امبو ناقص لامبو باش يعطينا لو ريزولتا نيت بالنسبه هنا لي مونطو لي كاينين عندنا بالنسبه لهذا ليكزرسيس. عندنا هذا ليكزرسيس فيه لا كيسيون بادي مي كيسيون اش كي لا فالور كي لا ريزولتا نيت. لو ريزولتا نيت عندنا هنا في الطابلو عندنا لو ريزولتا نيت هي 362934 اللي هو المونطو ديال هاد لو ريزولتا نيت. عندنا نشوفو لو ريزولتا نيت اللي هي هادي اللي هي دي الجواب هو دي. عندي الجواب هنا هو دي. هنا عندنا لا فالور ديكسيدون لا فالور دو ليكسيدون برو ديكسبلوطاسيون. لا فالور ديكسيدون برو ديكسبلوطاسيون عندنا في 539180، يعني المونطو ديالو هو ا. هذا لا ريبونس هو ا 539180، يعني لا ريبونس هو ا. بالنسبه للكيستيون 12 لا فالور دو لا مارج بروت، بالنسبه لا مارج بروت لقينا فيه بالنسبه لا مارج بروت عندنا في لا مارج بروت هنا 732120 اللي هي لا ريبونس سي 732120 بالنسبه ل 12. بالنسبه للكيستيون 13 كي لا فالور دو لا برودكسيون دو ليكزيرسيس، بالنسبه لا برودكسيون دو ليكزيرسيس لقينا فيها 55800 اللي هي 55800 اللي هي بي، يعني 13 هو بي. عندنا لا كيسيون 14، لا كيسيون 14 كي لا فالور دو لا كاف، لا كاف باقي ما حسبناش،
Quelle est la valeur de la consommation de l'exercice? Bien sûr, la consommation de l'exercice, le qu'on a fait à 120 000 ou 200 000. Il y a la réponse B. Maintenant, quelle est la valeur de résultat non courant? Le résultat non courant. Le résultat non courant, le qu'on a fait à le résultat non courant. Qu'on a fait à 520 000 ou 220 000. هذه لو ريزولتان كورونت لي ليكوم ريزولتان نون كورونت لقينا فيها نون كورونت لقينا فيها ناقص 3730 ناقص 3000 اللي هي لا ريبونس لي هو ان سي لا ريبونس هو سي عندنا هنا كذلك لو مونتو ديال لا فالور اجوتي بالنسبه لكيستيون 17 لو مونتو ديال لا فالور اجوتي La valeur ajoutée, la qnafia. Bien la valeur ajoutée, la qnafia. 685 000 ou 710. La réponse est A. La réponse est A. Bien sûr, le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, la qnafia. 523 000 ou 900. La D, la réponse est D. Nisbal Tatash, quelle est la valeur du résultat financier? Le résultat financier est Nakez 1000 ou 1000. Anana B, Nakez 1000 ou 1000. Anana la question 20, la valeur du résultat courant. Nisbal le résultat courant, qui est le résultat courant, fait 5000 ou 22000 ou 1220. Il y en a la réponse est Anna, la question 20, 20, 20, 21, ou l'autofinancement. La CAF. La CAF. Achève, n'est-ce pas, le tableau de formation de résultats. Le poste. Anna, vente de marchandises, le OASB, Mia Ouadash. N'est-ce pas, l'achat, revendé, Stimia Ouadash. Vous avez le ALAD. Les postes après que la poste nous ferons les comptes de l'homme. D'abord, nous allons faire la CAF. Nous allons faire la CAF, la méthode additive. N'est-ce pas la méthode additive que nous allons faire les éléments durables. Il y a les dotations, les anachdomana ou les reprises, avec des reprises et des dotations durables. Comme d'abord, nous allons faire le résultat net de l'exercice. Le résultat net de l'exercice, nous allons faire les dotations de l'exploitation financière non courante, les romans durables. بالنسبه للدوتاسيون ديكسبلوطاسيون عندنا جوج بالنسبه لي زانونسي غنلقاو جوج ديال لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون نلقاو جوج نخرج لكم لي زانونسي عندنا هادي هما لي زانونسي عندنا لي دوتاسيون دوتاسيون بالنسبه لي زيموبيلاسيون كوربوريل ou la dotation n'est-ce pas la dépréciation des actifs circulants il y a des actifs circulants mais nous avons dit les durables 14000 là nous avons 14000 dotation financière mais nous avons les dotations non courantes nous avons fait durable il y a 2000 il y a dit là il y a dit dotation non courante n'est-ce pas on a les charges durables. Les charges durables. Ouais. Après, quand on a les reprises d'exploitation, les reprises financières, qu'on a bien le montant. Après, les reprises non courantes, après, on a la VNA, on a le produit de cession des immobilisations. La VNA, on a les VNA, les annonces, on a les produits de cession des immobilisations, on a le fait une mission aussi. On a le résultat. كنديرو ناقص هاد لي مونطو وكنديرو زائد هاد لي مونطو باش تعطينا لاكاف يعني نلقاو في لاكاف واحد المونطو ديال 375523 كنقصو ليه لا ديفيدون اللي كاين عندنا في لانونسي كتعطينا لوطو فينونسمون اللي هو 25 اللي هو 259023 يعني غيبقى عندنا السؤال اللي فيه لوطو فينونسمون اللي هو
سؤال 21 لوطو فينانسمون، قلنا نلقاو فيها واحد المونتو ديال 25 ديال 2000 ديال 259 259 259 و23 هو لا ريبونس هو دي 259 و23. عندنا هنا لا كيسيون اللي فيها لاكاف، اللي هو لقينا في لاكاف المونطو ديال هنا، لقينا في لاكاف المونطو ديال 375000، 375000 اللي هو لا ريبونس اللي هو ا. يعني هنا عندنا لا ريبونس اللي هو دابا نشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 2 بالنسبه لهاد لا كوريكسيون. بالنسبه ليكزيرسيس 2 عندنا واحد البيلون في اكتيف والباسيف، عندنا الاكتيف ايموبيليزي، عندنا لي ستوك، لي كريونس كليون، عندنا لي تريزوري اكتيف. وبالنسبه للباسيف عندنا لي كابيتو بروبر، ديت لونغ اي موين تيرم، وعندنا لي ديت ا كور تيرم. لي كيسيون اللي عندنا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس، نحسبوا لي راسيون، لي راسيون فينونسيير اللي فيهم لو راسيو دو فينونسمون دي زيموبيليزاسيون، لو راسيو دوتونوم financière, بالنسبة la ration de liquidation réduite, et بالنسبة la liquidation générale, et بالنسبة la liquidation immédiate. بالنسبة لنا بالنسبة les rations de financement des immobilisations, on a la financement permanente مقسومة على l'actif immobilisé, يعني le financement permanent. La finance permanente هو les capitaux propres زائد dette longue moyen terme, وكنقسموا على l'actif immobilisé اللي كان عندي هنا. يعني كنديروا l'actif la financement permanente كنديروا le montant du capital, le capital propre et le montant de dette longue moyen terme, nous connaissons là le montant de l'actif immobilisé. Là, atteindre le montant sur face là, c'est ça ou tien. Sur face là, c'est ça ou tien. La réponse le roi C. La réponse Indiana roi C. Comme chez vous, n'est-ce pas le ratio de d'autofinancement financier. Un acte qu'on a dit. Le montant dialo roi les capitaux propres maximum les capitaux étrangers, les capitaux propres maximum là les capitaux étrangers, les capitaux propres là on a roma hado maximum les capitaux étrangers les roma dette longue moyen terme et ça aide les dettes court terme kendero égal le cas atteint juste facile à 41 le roi la réponse le roi ana D. Comme sur la question 7, l'effet la ration de liquidité est réduite. Il y a l'actif circulant sauf les stocks, yani les stocks qu'on a dehors, maximum à la dette moins d'un an. Yani هنا كندخل كذلك les créances, كندخل معاهم le trésorerie actif. كندخل معاهم le trésorerie actif, وكنقسموهم على dette moins d'un an. Là, ça donne واحد le montant ديال 0,23. يعني هنا la réponse هي B. يعني هنا la réponse هي B. Comme chez vous, la question 8, il y a liquidation générale, il y a l'actif circulant, maximum à la dette moins d'un an. On a qu'un trait de cadalic à les stocks, qu'un trait de les stocks, ou qu'un trait de les créances ou la trésorerie, qu'un maximum à la dette ou la dette à court terme. N'est-ce pas, on a dette à court terme. Qu'un dérou égal à certains ou à l'autre montant d'yel, c'est facile à se battre, ou si c'est bien, c'est facile à se mener au style, qu'on a la réponse au A. Comme je suis la question 9, le fait à la ratio de liquidité immédiate, il y a les disponibilités, il y a une trésorerie active, maximum à la dette moins d'un an, ou à dette à court terme, dette à court terme, il y a une kendero, la trésorerie active, maximum à la dette à court terme, les cas à tena, c'est face la chimie, il y a une la réponse, il y a C. Achim n'est pas les exercices, les canines, il y a une kendero, les questions de cours, je fais les questions de cours, les canines, n'est pas les exercices. لكن بالنسبة للفوتو عندنا لا كيسيون الاول قال لكم لا فالور اجوتي واش هي واحد الانديكاتور دو بيرفورمانس كوميرسيال واش دو بيرفورمانس كوميرسيال فينانسيير ايكونوميك واش اون انديكاتور دو بيرفورمانس سوسيال انديكاتور دو بيرفورمانس فينانسيير ولا انديكاتور دو بيرفورمانس ايكونوميك انا كيعيقول الجواب هو دي او دو بيرفورمانس فينانسيير حيث دخل في لي راسيون فيونسيير او دو بيرفورمانس ايكونوميك حيت بالنسبه لا فالور اجوتي هي لا سوم ديال لي فالور اجوتي هي اللي كتعطينا البي بي ديال واحد ديال واحد ليطا. هنا عندنا لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون ريسو بار لي انتربريز هما واحد لي بار ديت فينونسيير يعني واحد المساعده اللي كتعطيها الدوله بالنسبه
les entreprises باش تعاونهم بالنسبة للانفستيسمون. يعني عندنا لا ريبونس هو A. كي سون لي زوتي داناليز فينونسيير؟ عندنا هنا بالنسبة لي زوتي اللي كنستعملوهم بالنسبة للاناليز فينونسيير كنستعملو لو بيلون اللي فيهم لو بيلون فينونسيير لو بيلون فونكسيونيل لو جورنال ما كاينش لي راسيون. يعني هادو اللي كنستعملوهم هاد لي راسيون دو ليكيديتي لا راسيون دوتو فينونسمون لا راسيون بزاف ديال لي راسيون اللي كاينين يعني كنستعملوهم. يعني كاين A كاين C لو غروند ليفر ما كاينش. وكاين عندنا لو طابلو دو فينونسمون اللي كيكون حتى هو في الاناليز فينونسيير. يعني كيبقى عندنا هنا الجواب هو A C E A C E. هنا كوشي parmi l'ensemble des opérations ci-dessus qui lui qualifie d'investissement. يعني اللي داخلين في الانفستيسمون l'acquisition d'un camion. يعني ملي كتشري واحد الكاميو داخل في الانفستيسمون يعني كاين A. achat d'une machine de traitement de matières premières. يعني كنشوف باش واحد الماشين باش نخدمو بها لي ماتيغ بروميير. يعني جواب صحيح B كاين. augmentation de capital داخل بالنسبة لي زوباراسيون دو فينونسمون يعني ما داخلش في انفستيسمون. obtient d'un emprunt كذلك داخل بالنسبة لي زوباراسيون دو فينونسمون. achat d'un terrain pour construire un trop pour le stockage des produits finis. يعني كاين يعني لا ريبونس لا يكون عندنا بالنسبة 25 هو A B E E. كنتمنى انكم استفدتوا معنا بالنسبة لهذا لا كوريكسيون ديال هذا ليكزيرسيس ديال اهروج. بون كوراج, ما تنساوش ديروا ابوني بالنسبة لاشين وديروا جيم الفيديو بارطاجوه مع اصحابكم باش كلشي يستافد. بون كوراج, الله يعاونكم.